أنت مرتبط مع منظمات إرهابية، أنت أكبر إرهابي. أوكي عمي، أنا سارح بطرش، بدك تعترف شئت أم أبيت، بدك تعترف تحت الأرض. يعني أعتقد ريحة الزبالة ممكن أحسن من ريحتها، يعني مباشرة ما شميت ريحتها بدك تراجع. يعني من ما فينا أوصف لك إياها، يعني أنت مطمش ومكلبج. هم وقت التحية مطمشينك ومكلبجينك أنت لو، ويرجع بصموك على ورقة، شو هي الورقة تبصم عليها ما بتعرف. طيب قل له يا سيدي بس بدي أعرف على شو بصمت، يقول لك ما دخلك، يضربك بالأرض. حط عصاية الكهرب وضربني فيها، حس النار طلعت من راسي، قلبت بالأرض. رجع راح جاب أنينة مي ورجع كته. بدك تعترف ولا؟ قلت له يا سيدي ما في شيء من هالشيء هذا تعترف، ولا بعرف شيء، لو بعرف شيء حكيتك وارتاحيت. رجع كت مي ورجع كهرب، يعني ريحة اللحم طلعت، شعر راسي وقف. يعني ما في وسيلة إلا تدعي لله بفك أسرك وأسر الجميع. رجع لما بتذكر بعديها مسك عصاية الكهرب حاطي على محاشمي، قال لي عشان أقطع سيلتك بنوب. الطائفية علنا، يعني بس شافوا حكيك منت من العلوية انتقام، يعني قتل قتل مشان تموت، مو مشان انه عذبوك بدك تعترف. As well as deep psychological scars, Mohammed says he still passes blood in his urine and is unable to enjoy sex with his wife. إذا مت بين يديهم منيح، ما مت يعني بيعطبوك بيخلوك، مشان زمانك ما تقول في شيء اسمه مظاهرة. يعني بدي يدبوا الناس فيك.